المهندس حمد اللاحم، مرحبا بك، نرحب بك اجمل وارقى الترحيب بالعراق. يا هلا وسهلا، يا هلا، بين اهلي وربعي تبارك الرحمن، والله ما خليتوا علينا قاصر. يا اهلا وسهلا، هذا بلدكم الثاني اكيد. اليوم احنا بمهرجان سومر الخيول العربيه بعد انقطاع 44 عام، واليوم النسخه الثانيه في بغداد. شنو شعورك؟ شوف، خل اقول لك شيء، عشان انه يكون عندك مثلث العروبه تحتاج ثلاثه اشياء. تحتاج اللغه، واول ما اكتشفت اللغه في العراق، وتحتاج الى النخل، والنخل موجود تبارك الرحمن بالملايين في العراق، وتحتاج الى الخيل، فاكتمل مثلث العروبه في بطوله سومر الدوليه الخيل العربيه الاصيله. فهذا محفل كبير كبير كبير، واعتقد اللي ما جاله يعني طاف الكثير. طيب استاذ حمد، ذكر الخير دائما مرتبط بذكر العرب، والعكس صحيح، اكو علاقه اصيله ومتينه بهذا الموضوع. شنو السر؟ اول شيء الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أقسم في الخيل، والعظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم. اثنين، الخيل من الكائنات اللي عشقتها الأنبياء. ثلاثة، وصى عليه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بأربعين حديث موجود في صحيح مسلم البخاري. أربعة، والأهم، ارتبط لها تاريخيا في غزواتها وفي الفتوحات الإسلامية مع الخيل العربي. الصدمة الكبرى اللي الناس ما يدرون عنها، يوم انه يبي يسجلون يعطون صفة لهذه الخيل، لم يقولوا خيل هندية ولا خيل رومانية، قالوا عنها خيل عربية لارتباطها مع الرجل العربي. ايضا ذكرت في سورة العاديات بالقرآن الكريم. طيب اريد نعرف، يعني بالقديم اصدر العرب شهادات للخيول، يعني لها انساب، شوي نحكي عن هذا الموضوع. في السابق كانت الخيل العربية تنسب للافحل، ومن كثرة الحروب بين العرب قاموا ينسبونها لحفاظا لها على أمهاتها. بعد فترة طلعت فكرة الأرسان الخمسة، وحاليا مثل ما تشوفون في منظمات دولية، هذه المنظمات تبي تحافظ على كثر ما تقدر على هذه الدماء، فصار الحين الحصان العربي لا جواز خاص فيه معتمد. يعني لما تجي تبي تشتري الحصان تقول له عطني جواز هذا الحصان، عشان تثبت نسب من الأم ومن الأب. يعني نسبه موجود من يسأل على حصان معين محفوظ، وفي طال عمرك تاخذ منه شعر ويدزونه عشان يطابقون الدي ان اي بين امه وابوه، عشان ياكدون ان هذا الحصان معرب الجدين. زين، شلون نعرف بين الخيل العربي والخيول الاخرى؟ شلون نميز؟ والله لا يزعلون مني، هذا السؤال دائما يقولوا لي، اقول لهم بالضبط مثل الفرق بين الصقر والدجاجه. هي كلها طيور، بس هذا صقر وهذا دجاجه. طبعا اللي يميز الخيل العربي عن باقي الخيول، الراس لانه من تاج المحاسن، قصر الظهر بسبب عدد الفقرات، الذيل اللي احنا نسميه الشليل لما يوقف لانه قصير، الهوية العربية، تحس النحار، خيولنا تحس فيها العروبة والأصالة. حتى الخيل الأنثى تكون حلوة وتمشي على كيف وتتدلل مثل المرأة العربية. سبحان الله، شكرا جزيلا وكل التوفيق لكم. يا حبيبي، الله يسعدك، الله يسعدك طال عمرك.